أكدت وزارة الصحة في غزة وصول 28 شهيداً و 66 إصابة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة ماضية. وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 37,600 شهيد، فيما تجاوز عدد الإصابات 86,000 جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 من تشرين الأول الماضي. وأهابت الوزارة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة. قدرت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية فقدان قرابة 21,000 طفل في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف جيمس إلدر عبر منصة إكس إن القتل والدمار اللذين يمارسهما الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لن يجلبا السلام للأطفال أو المنطقة. وأكد أن التأثير الذي تحدثه الحرب على الصغار يؤكد الاعتقاد السائد بأن الحرب في غزة هي حرب على الأطفال. وقال بيان صحفي للمنظمة إنه رغم وجود تقديرات لكنه يكاد يكون من المستحيل جمع وتأكيد المعلومات. وأوضح التقرير أنه لا يعتقد بأنه ما لا يقل عن 17,000 طفل منفصلين عن أسرهم وحوالي 4,000 طفل على الأرجح مفقودين تحت الأنقاض. وأضاف التقرير وجود عدد غير معروف من المحتجزين والمختطفين الأطفال الذين تم نقلهم قسرا خارج غزة. لقد كان من الصعب للغاية التحقق من هوية الأطفال الذين قتلوا في غزة، وكذلك أولئك الذين تم العثور عليهم في المقابر الجماعية، لأن جثثهم تضررت بشكل لا يمكن التعرف عليه، ولأن العديد من الأطفال قد تم محو أسرهم تماماً وفقدوا جميع أقربائهم، فقد كان ذلك عائقاً إضافياً في تحديد هويتهم وأسمائهم والعائلات التي ينتمون إليها. من دير البلح ينضم إلينا مراسل المملكة باسل العطار. أهلاً ومرحباً بك معنا باسل. الساعات الماضية كيف كانت في عموم مناطق غزة وتحديداً محاور الاشتباكات والاستهداف العسكري، أين تركزت؟ نعم عبد الله، نبدأ بالتطورات الميدانية، حيث أعلن قبل قليل عن استشهاد 7 فلسطينيين جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية لمجموعة من المواطنين على دوار بني السيلة الواقع في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. الصاروخ واحد على الأقل أطلقته هذه الطائرة باتجاه هذا الدوار الذي يعد من المناطق المكتظة بالفلسطينيين، حيث دائما ما يكون ما يشبه السوق داخل هذا الدوار، إلى جانب أنه يعد حلقة الوصل في المواصلات في مختلف المناطق في جنوب القطاع. الاستهداف جاء في ذروة وجود الفلسطينيين ومن بين الشهداء أطفال بحسب المصادر الطبية. هذا الاستهداف سبقه استهدافات أخرى في أرجاء القطاع، حيث أعلن عن استشهاد 3 فلسطينيين في مدينة غزة في عندما تم استهداف مجموعة من المواطنين بطائرة استطلاع أيضا، وبالتحديد في محيط هذا المركز التابع للأونروا. الاستهداف كان مباشرا وأحدث أضرار في المكان بحسب شهود العيان. أيضا في المناطق الغربية لمخيم النصيرات أعلن عن استشهاد فلسطيني واحد على الأقل وعدد من المصابين نتيجة استهداف مجموعة من المواطنين، إلى جانب أيضا استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي في مخيم الزيج للاجئين في وسط القطاع. هناك تصاعد ملحوظ ربما عبد الله يمكن رصده خلال اليومين الماضيين فيما يتعلق بنظام الاستهداف لمجموعات من المواطنين. بعض هذه المجموعات يكون من بينهم عناصر تامين المساعدات بحسب شهود العيان. هذه المجموعات يتم تشكيلها من العشائر الفلسطينيه بهدف تأمين المساعدات التي يتم إدخالها أو البضائع للتجار التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وباتت هذه المجموعات تستهدف بشكل ملحوظ. بعض وسائل الإعلام العبرية تتحدث أن التصعيد فيما يتعلق باستهداف الفلسطينيين أو المجموعات من الفلسطينيين
خاصة عناصر التأمين يأتي في إطار الإعداد للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو والتي أيضا تحدث عنها قادة الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية والتي ستكون مختلفة عن المرحلة الحالية من حيث ستعتمد إسرائيل على سلاح الجو فيما يتعلق باستهداف الفلسطينيين. الحجج ستكون طروحة دائما على الطاولة، إما اغتيال لعناصر تتبع للفصائل أو عمليات استهداف أي شيء له علاقة بالحكومة هنا في قطاع غزة، أو حتى العناصر التأمين التي هي عبارة عن عناصر من العائلات والعشائر ومع ذلك يتم استهدافها. وبالتأكيد سيكون البيان بالنسبة للجيش بحسب المتابعة وبحسب النماذج السابقة تكون أن هؤلاء العناصر يتبعون لحركة حماس، على الرغم من أن في مثل هذه الأوضاع تم الاعتماد أكثر على أبناء العائلات في تأمين هذه القوافل. هذه المرحلة لن تكون أقل دموية بل أكثر دموية، لأننا نتحدث عن وجود ارتفاع في أعداد الشهداء منذ بدء عمليات أو تصعيد عمليات استهداف المواطنين خلال اليومين الماضيين، وهذا ما تظهره أيضا أرقام وزارة الصحة في ظل أيضا الإعداد لتوسيع هذه العمليات لتشمل كل قطاع غزة بحسب ما يقول الإعلام الإسرائيلي. فيما يتعلق برفح باسل، حول إذا كانت هناك تفاصيل أكثر، لأن هناك تصريحات تخرج عن رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يتحدث بأن الجيش اقترب من القضاء على لواء رفح والسيطرة على رفح بشكل كامل، وهذه معلومات تم تداولها أيضا خلال الأيام الماضية. هل لديك معلومات واردة من هناك فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، انتشار الجيش الإسرائيلي على الأرض في رفح، كيف يمكن ترجمته؟ حتى الآن يمكن القول أن هناك عملية تراجع وليس انسحاب، تراجع من الآليات العسكرية الإسرائيلية من منطقة تل السلطان غربا باتجاه الحدود الفلسطينية المصرية. نحن نتحدث عن عمليات تقوم بها دائما آليات الاحتلال، تنسحب من المكان أو تتراجع، بيحاول الفلسطينيين العودة إلى منازلهم، يتم استهدافهم بالطائرات المسيرة أو بالقذائف المدفعية أو حتى بالطيران الاستطلاع أو الطيران الحربي. هذه السياسة الإسرائيلية الآن مطبقة في غرب مدينة رفح، هناك تراجع محدود للآليات. المناطق الشرقية من المدينة أيضا تم تسجيل تراجع للآليات في بعض المناطق، لكن مع استمرار تحليق طائرات الكواد كابتر والطائرات المسيرة. حتى الآن يمكن القول أن إسرائيل تريد التعجيل إنهاء عملية رفح، هذا الأمر يبدو واضحا من خلال عمليات التفجير المتتالية التي تتم بنفس مربعات سكنية بأكملها في الحي السعودي أو مخيم الشابورة أو مخيم يبنى أو وسط مدينة رفح أو منطقة جنينة أو المناطق الشرقية من مدينة رفح. إسرائيل عجلت بشكل ملحوظ من عمليات نسف المنازل، دمرت المنازل المجاورة للحدود الفلسطينية المصرية فيما يقرأ أنه تمهيد لبقاء القوات الإسرائيلية هناك بحسب ما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. إسرائيل تريد تدمير رفح. مصطلح القضاء على كتائب حماس التي تستخدمها إسرائيل منذ بدء هذه العملية سيعني بالنسبة للفلسطينيين القضاء أو تدمير المدينة. إسرائيل ترى في المدن الفلسطينية أنها جميعا لابد من تدميرها دون وجود أي مبرر. المبررات الإسرائيلية دائما تدمير البنى التحتية، بينما ما يتم تدميره هو منازل، مربعات سكنية، مدارس، مستشفيات. هذا ما تظهره الحقائق على الأرض. وهناك خشية من أن مدينة رفح قد تم تدمير أجزاء كبير منها، خاصة وأن هناك بعض الصور المسربة التي أظهرت قلب المدينة قد تغيرت معالمه بشكل كامل، لكن حتى الآن لا يمكن الوصول إلى هناك بسهولة، وفي حال إمكانية الوصول ستظهر ربما الوقائع على الأرض حجم الدمار الكبير الذي تسبب فيه إسرائيل خلال عملياتها العسكرية المستمرة في رفح. شكرا على كل هذه التفاصيل، مراسل المملكة من دير البلح باسل العطار.